الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين، عز كل ذليل وغنى كل فقير ومفزع كل ملهوف. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق الجهاد. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والقلب مني في هواك عميم، والقلب مصحوب بذكر محمد، ففي ذكره نور وفيه نعيم. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة المقصرة العاصية بتقوى الله، وأحثكم على طاعته وأنهاكم عن معصيته. قل كل يعمل على شاكلته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأصلي وأسلم وأبارك على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، في هذا اليوم وفي هذه الساعة المباركة، أعود بحضراتكم إلى زمن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنسمع ونعلم كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام حتى وصلت إلى زماننا هذا. عند بدء الدعوة إلى الله عز وجل، وعند دخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى، اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على فئة معينة من المجتمع الإسلامي أقام عليها هذا الدين. فقامت هذه الفئة بحمل راية الله عز وجل ونصرة دين المصطفى صلى الله عليه وسلم، والدفاع والذود عن أعراض المسلمين في ذلك الزمان. اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على فئة الشباب الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على الرجولة، والتي نزلت فيهم قوله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذه الفئة المعينة قام عليها دين الله عز وجل في الأرض، واعتمد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدفاع عن دين الله عز وجل. ونذكر مثالا من الشباب المؤمن الذين تربوا في مدرسته صلى الله عليه وسلم، والذين حملوا راية الإسلام. صحابي من صحابة رسول الله حاز لقب أول سفير من سفراء الإسلام بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لنشر دين الله، مصعب بن عمير، ذاك الصحابي الجليل الذي كان من أغنى أغنياء مكة، فكان إذا نزل إلى شوارعها علمت أهل مكة أن مصعب بن عمير
الثياب الفارهة ومن شدة رائحة العطور الفاخرة التي تفوح من هذا الرجل. مصعب بن عمير ذلك الشاب اليافع عندما علم بدين الله عز وجل واستفسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما يقوله آمن برسول الله وشهد أن لا إله إلا الله، فكان أول سفير من سفراء الإسلام بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، وقد أسلم على يديه الكثير سواء من أهل يثرب أو من اليهود التي حولها. هذه الفئة المعينة التي تربت على يد النبي صلى الله عليه وسلم هم من حملوا راية الإسلام، وهم من اعتنوا بدين الله عز وجل. ولو عدنا إلى هذا الزمان وإلى هذا الوقت بالتحديد نجد أن شباب الأمة قد انقسم إلى قسمين: قسم لم يعبأ بدين الله عز وجل وتهاون في خدمة الأمة الإسلامية، حتى قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وغرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور. هؤلاء تناسوا عبء هذه الأمة وتكالب الأعداء عليها من كل حجب وصوب، تناسوا قصف الطائرات وقصف الدبابات وقصف المدافع على الإسلام وعلى المسلمين، تناسوا أن هذه الأمة تكالبت عليها جحافل الضلالة تريد أن تطفئ نور الله عز وجل في الأرض. ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه الفئة الأولى. أما الفئة الثانية هي فئة الرجال التي دافعت عن دين الله سبحانه وتعالى وباعت نفسها لله عز وجل من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. من هؤلاء الرجال ومن هؤلاء الشباب من قضى نحبه وذهب إلى الله عز وجل شهيدا، ومنهم من يدافع الآن عن دين الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء قال الله تبارك وتعالى فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذه رسالة إلى شباب الأمة، رسالة إلى الشباب الفتي الذي حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه في إقامة شرع الله وفي إقامة دولة الإسلام. رسالة أوجهها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل شاب أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالقوة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل يوم القيامة عن شبابك، وستسأل يوم القيامة عن قوتك التي أعطاك الله عز وجل إياها في ريعان الشباب. هل دافعت عن دين الله؟ هل وقفت بوجه أعداء الله الذين يقصفون المساجد ويقصفون المسلمين ويقتلون في المسلمين؟ هل وقفت في وجه من شرد المسلمين؟ هل وقفت في وجه من أسال الدماء؟ هل وقفت في وجه من أقلع الطائرات لقصف المسلمين؟ ستسأل عن شبابك، ستسأل عنه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وهذه نصيحة للشباب: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك،
وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. اغتنم حياتك فيما يرضي الله عز وجل، اغتنم حياتك وشبابك للدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحة لكل شاب. ما وقعنا فيه اليوم من قتل ومن تشريد ومن تهجير ومن تنكيل بالإسلام والمسلمين لا يقف في وجهه إلا فئة الشباب التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم على الدين الصحيح، والتي رباها النبي صلى الله عليه وسلم على العقيدة السليمة التي تدافع عن دين الإسلام وتدافع عن دين الله سبحانه وتعالى. فيا شباب الأمة، اتقوا الله في المسلمين، وعودوا إلى رشدكم، عودوا إلى دينكم، عودوا للدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. هذه النصيحة أوجهها لكل شاب مسلم، فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه في هذه الساعة المباركة أن يهدي شبابنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يعفو عن زلاتنا، إنه السميع القريب المجيب الدعاء. أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا ونور قلوبنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وسلموا تسليما كثيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي القدير لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلائق والبشر. ما اتصلت عين بنظر ووعد أذن بخبر، أوصيكم عباد الله وأنهاكم عما نهى عنه وزجر، واعلموا أنه لا يضر وينفع ولا يسر ويقطع ولا يعطي ويمنع ولا يخفض ويرفع في الحقيقة إلا الله. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما قال ولم يزل قائلا عليما آمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، إلهنا جاهنا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين بقوتك يا قوي يا متين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم أمددهم بجند من عندك تنصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين إله الحق آمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية يا رب العالمين. ربنا من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.